اولا اشكركم على المقابله ومرحب بكم منطقتنا مناطق الكاكيه في سهل نينوى تابعه الحمدانيه والموصل. احنا الكاكيين في سهل نينوى يعني موجودين منذ مئات السنين ومتعايشين مع كافه المكونات الموجوده في المنطقه. المكونات الاقرب لنا في هذه المنطقه المكون الشبكي وما بعد الشبكي كقضاء مكون المسيحي موجودين، واكو عرب وتركمان في القرى المجاوره لنا. علاقاتنا الاجتماعيه يعني علاقات حميميه، صداقه قويه، يعني نتقبل البعض، نتعايش مع بعض ونمارس يعني نشارك في جميع الطقوس الخاصه بالمكونات. طبعا هذا المقام هو مقام بابا حيدر. بابا حيدر من الاشخاص اللي خلينا نقول الاشخاص اللي موجودين يعني كمرجع من مراجع الكاكائيه، يعني ولو مريدين على في ايران وفي سوريا وفي العراق، مريدين كافه. هذا كمقام هنا مكان يعني تقدر تقول له مقدس الكاكائيه، وخاصه المريدين بابا حيدر في المنطقه. طبعا زيارات موجوده ما بس من المريدين، مريد من الشبك والمكونات الباقيه يجون يروحون يتبادل الزيارات والتعارف. نعم اكيد احنا طالما موجودين في المنطقه يعني وجود علاقات تاريخيه واجتماعيه، احنا اكيد رجال الدين او المثقفين من المكون الكاكائي او المكونات الباقيه يعني لنا علاقات تاريخيه، علاقات دراسه وعلاقات توظيفيه مثلا. يعني الموجودين في المنطقه سواء المعلمين قبل معلمين مسيحيين كانوا يدرسون، معلمين شبك، والكاكيين نفس الحاله. يعني احنا موجودين عندنا قريه بكبرلي خارج ساتر البيشمركه على منطقه الحمدانيه، يعني متواجدين هم الكاكائيه والشبك في نفس القريه ومتعايشين منذ مئات السنين، ماكو اي اشكال بيناتهم يعني نهائيا. فاحنا نتقبل بعض. اكيد واقع 2014 من صار ما بس يعني كمكون كاكائي في العراق كله وبالاخص سهل نينوى. سهل نينوى الالتئام كان اسرع، ليش؟ لانه تاريخ مشترك، واللي وداعش من اجى ما اثر بس على الكاكائيه او المسيح، اثر على مكونات سهل نينوى كافه، فكان الالتئام اسرع. ومنظمات المجتمع المدني واحنا رجال الدين والمثقفين وش اسمه يعني كنا حاولنا انه نقرب وجهات النظر. فقط المسيء احنا ما تقبلناه، والباقي احنا ما كان عندنا اي مشكله، ولحد الان ماكو اي مشكله. طبعا قبل قليل كنا في قريه جزكان، وهي قريه كاكائيه. طبعا قريه جزكان موجود فيها مزار بابا حيدر، او خلينا نقول شاه حيدر. هذا هسه حاليا احنا قريه وردك. طبعا ذاك القريه تابعه لقضاء الحمدانيه. احنا هسه هنا في قريه وردك، قريه وردك تابعه لناحيه النمرود، القريه الوحيده الكاكائيه التابعه لناحيه النمرود ذات الغالبيه العربيه كناحيه. فاحنا حاليا هذا في مزار شاه هياس. شاه هياس هي واحد من الاماكن المقدسه عند الكاكائيه في خاصه في سهل نينوى. طبعا شاه هياس تاريخه يعود الى اكثر من 500 سنه. لو مريدين تم تفجيره من قبل داعش، وتعميره حتى يعني سنه 82 قام تعمير الحكومه العراقيه بوقتها فتره داعش، تم تفجيره مرتين قبل وصول داعش القرآن، تم تفجيره من العصابات توحيد وجهاد ذاك الوقت. لكن حاليا تم بعد داعش تم تفجيره من قبل داعش، وطبعا الاعمار صار من قبل الاهالي ومريدي وسكنت سهل نينوى، حتى يعني المكونات الباقيه ساهمت في اعمار شاه ياس. هذا هو مزار شاه ياس، وطبعا هو بنفس الوقت يجمع قبور يعني قبرستان، خلينا نقول قبرستان كل الكاكائيه في موجوده في المنطقه. طبعا مثلا عيد الفطر المبارك، عيد الفطر المبارك يعني هو عيد يجمع كافه المكونات، يعني خلينا نسميه ججن قربان. عيد الفطر المبارك الكاكائيه في بكافه انواعهم، يعني متنوعين الكاكائيه ايضا، الكل يجتمعون هناك ويؤدون مثلا زياره الاضرحه وزياره مقام شاه ياس ومقام بابا حيدر نفس الحاله، ويعني يتبادلون التهاني
يعني الكعكية مو بس في خلينا نقول ثانية، حتى مرات الكعكية في كركوك مثلا أثناء مجيئهم إلى المنطقة وزيارات أهاليهم من المنطقة. إحنا عندنا تقارب ما بين كعكية كركوك والخانقين، فيعني تجمع يكون هنا، وطبعا ملابس عيد وانت تعرف الأطفال وال يعني كبار. طبعا هو عيد الفطر المبارك هو عيد قربان يعود الى تاريخه الى النبي ابراهيم والنبي اسماعيل، اكيد هذا يعني هذا قبل الاسلام. اذا هو طالما قبل الاسلام وكافر كافه المكونات احنا نتقبل، لان يعني هو ضحى بامر الله سبحانه وتعالى الخالق الكون والكائنات وخالق كل الاديان، فهو يعني مبارك عندنا. طبعا في كل عائله العادات والتقاليد الكعكية، يعني قبلها بيوم يسوون يوم يعني يذبحون الأضحية والقربان ويهيئون، ويوم العيد الفطر المبارك عندك أكلات يعني حلوة وتأكلها كعيد مبارك لدى جميع الكعكية. طبعا احنا فترة داعش، فترة داعش فترة سوداء ومؤلمة على المكونات كافة يعني في المنطقة وفي العراق من ككل. أكيد اللي يقلقنا الحراك السياسي والسياسة الموجودة في العراق وعدم تقبل الآخر ونزاع عن السلطة، عدم تقبل الآخر مو على شو اسمه الرجل المناسب في المكان المناسب، مجرد أنت عندك مثلا سلطة أو حركة أو سياسية أو خلي حزب سياسي تصل السلطة بسلطة وتمثل هذا الشعب بنفس الوقت أنت ما تقدم خدمات والاقتتال والتسليح المجتمعي الموجود هسه حاليا كل فئه اللي هو سرايا تحت اي مسمى. هذا مخاوفنا انه اندلاع الحرب الاهليه، احنا كمكونات اكيد احنا ما مثل مكونات الباقيه الكبيره اللي مسيطره على العراق، هذا مخاوفنا من هذا. لا يجي مثلا لا يعيد مثلا يعيد او داعش تحت مسمى اخر، هذا هو مخاوف المكونات مو بس الكعكية غير المكونات الباقيه ايضا. أي شعب كردي كاكائي مثلا خلينا نقول شيعي سني يزيدي مسيحي، الكل يريدون يعيشون برفاء خلال فترة حياتهم يحسون بالأمان ويمارسون طقوسهم أو يمارسون عملهم اللي هم به. الأمان شلون يصير؟ الأمان في تقبل الآخر، الحكومة قوية تكون هناك حكومة قوية، حكومة تنظر إلى الشعب بمستوى واحد بعين واحد، لا أن يكون هناك مواطن رقم واحد ومواطن رقم اثنين، هذا هو اللي احنا نتمناه. بس الوصول لهذا كيف هذا يبقى على نتركه على الزمن، لان السياسه هسه في هشه، السياسه الديمقراطيه الموجوده ما بعد 2003 هشه في العراق. اللي نتمناه مثلا الدور الاممي نقدر احنا مثلا في الامم المتحده وفي مجلس الامن مثلا يكون هناك خلينا نقول حماية خاصة لمكونات سهنينة أو مكونات الباقية الموجودة بالعراق في حالة مثلا نشوب نزاعات أو في حالة نشوب حرب أو في حالة تجدد حركات تشددية ضد المكونات، أنه يدخل الأمم المتحدة أو المجلس الأمن ضمن القرار وحماية المكونات في المنطقة. ممتاز، شكرا جزيلا. وطبعا أنت غنينا عن التعريف بس هم عرفنا نفسك. نعم. على الكاميرا. انا اسمي كمال مراد حميد من مكون الكعكائي ضمن اولاد بابا حيدر. نحن كمثلا كساده او بير في المنطقه ولنا مريدين وتكايا في ليس في سهل نينوى، في العراق وفي ايران هم يعني.